بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل باقي المحاضرة، باقي الدروس. أثر الصلاة في سلوك الفرد والمجتمع. أثر الصلاة في سلوك الفرد والمجتمع. النقطة الأولى، الصلاة صلة بين العبد وربه بما فيها من لذة المناجاة للخالق وإظهار العبودية لله وتفويض الأمر له والتماسك الأمن والسكينة والنجاة في رحابه. النقطة الأولى، الصلاة صلة بين العبد وربه. النقطة الثانية، الصلاة طريق الفوز والفلاح. الصلاة طريق الفوز والفلاح وتكفير السيئات والخطايا. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال: وكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم ما لم تغفر الكبائر. النقطة الثالثة، الصلاة تقوي قلب المسلم ليتحمل تقلبات الحياة ومفاجأة الزمان. قال تعالى: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ومن فوائد الصلاة الشخصية تقوية النفس والإرادة تقوية النفس والإرادة والاعتزاز بالله تعالى دون غيره والسمو على الدنيا ومظاهرها والسمو على الدنيا ومظاهرها والترفع عن مغرياتها وأهوائها وعما يحلو في النفس مما لدى الآخرين من جاه ومال وسلطان. النقطة الرابعة، في الصلاة راحة نفسية كبيرة وطمأنينة روحية وبعدا عن الغفلة التي تصرف الإنسان عن رسالته السامية الخالدة في هذه الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت غرة عيني في الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل به هم أو غم قال: أرحنا بها يا بلال. النقطة الخامسة، وفي الصلاة تدرب
تدرب على حب النظام والالتزام والتزام التنظيم في الأعمال وشؤون الحياة لأدائها في أوقاتها لأدائها في أوقات منظمة لأدائها في أوقات منظمة. وبها يتعلم المرء خصال الحلم والأناة والسكينة والوقار، ويتعود على حصر الذهن في المفيد النافع لتركيز الانتباه في معاني آيات القرآن وعظمة الله تعالى ومعاني الصلاة. الصلاة مدرسة خلقية، عملية تربي فضيلة الصدق والأمانة، وتنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة مدرسة خلقية، عملية تربي فضيلة الصدق والأمانة، وتنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأما فوائد الصلاة الاجتماعية، فمنها تقوية الشعور بالجماعة وتنمية رابط الانتماء للأمة وتنمية رابط الانتماء للأمة وتحقيق التضامن الاجتماعي ووحدة الجماعة التي هي بمثابة الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي صلاة الجماعة إظهار المساواة وقوة الصف الواحد ووحدة الكلمة والتدرب على الطاعة في القضايا العامة والمشتركة باتباع الإمام فيما يرضي الله تعالى والاتجاه نحو هدف واحد وغاية نبيلة سامية وهي الفوز برضوان الله تعالى. أيضا في صلاة الجماعة بها تعارف المسلمين وتآلفهم وتعاونهم على البر والتقوى وتغذية الاهتمام بأحوال المسلمين وتغذية الاهتمام بأحوال المسلمين العامة ومساندة الضعيف والمريض والغائب عن أسرته وأولاده. والمسجد ميدان لتصحيح الأخطاء بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والقول اللين والنقد البناء الهادف، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الصلاة تميز المسلم عن غيره، والصلاة تميز المسلم عن غيره، فتكون طريقا للثقة والاطمئنان وبعث روح المحبة والمودة وبعث روح المحبة والمودة فيما بين الناس، كما قال في حديث:
من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. معنى وحدة جديدة وهي النظام الخلقي في الإسلام. النظام الخلقي في الإسلام وهي الوحدة الأخيرة، الوحدة الثالثة. النظام الخلقي في الإسلام نتحدث فيه عن تعريف الخلق، أهمية الأخلاق، منزلة الأخلاق في الإسلام، مجالات الأخلاق، نماذج من الأخلاق الإسلامية، وآثار الأخلاق، وأخيرا نماذج خلقية من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نبدأ في الوحدة الثالثة في النظام الخلقي في الإسلام. أولا تعريف الخلق. تعريف الخلق الخلق تعريف الخلق في اللغة، اللغة الدين والطبع والسجية. الدين والطبع والسجية هذا تعريف الخلق في اللغة. الدين والطبع والسجية تعريف الخلق في اللغة الدين والطبع والسجية وهو يطلق على صفات الإنسان الباطنة التي يمكن وصفها بالحسن والقبح كالصدق والأمانة والحياء ونحوها. تعريف الخلق في اللغة الدين والطبع السجية. رقم 2 عندك تعريف الخلق في الاصطلاح. تعريف الخلق في الاصطلاح هي صفات راسخة في النفس، هي صفات راسخة في النفس ذات آثار في السلوك، ذات آثار في السلوك سواء محمودة أو مذمومة، سواء كانت السلوك محمودة أو مذمومة. تعريف الخلق في الاصطلاح هي صفات راسخة في النفس ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة، إما تكون محمودة إما تكون سلوك محمودة أو تكون سلوك مذموم. ثانيا أهمية الأخلاق. أهمية الأخلاق الأخلاق إحدى الركائز الرئيسية في الحياة الإنسانية، هي التي تضبط الفرد إلى ما يعود عليه بالخير وتحفزه إلى الصعود في مراتب الكمال. وتحفزه إلى الصعود في مراتب الكمال والسعي الجاد إلى معالي الأمور ومحاسن الأفعال.
الأخلاق وهي ضرورة اجتماعية تضمن للناس التعايش في أمن واستقرار، آخذين ما لهم ومؤدين ما عليهم، ومتعاونين في تحقيق مصالحهم، متعاونين في تحقيق مصالحهم. وفقد الأخلاق الفاضلة وشيوع أضدادها من الكذب والغش والخيانة إلى ما ذلك، تضطرب أحوال الناس وتتقطع أواصر الألفة والمحبة بينهم، فلا يأمن بعضهم بعضا ولا يثقون ببعض. ومن الشواهد على ضرورة الأخلاق في الحياة ومن الشواهد على ضرورة الأخلاق في الحياة الاجتماعية أنه لولا فضيلة الصدق أنه لولا فضيلة الصدق لعدمت الثقة بالعلوم أنه لولا فضيلة الصدق لعدمت الثقة بالعلوم والمعارف والأخبار، ولولا فضيلة الأمانة في الإنسان لانقطعت رابطة مهمة من الروابط التي تصله بمجتمعه. وغدا الناس لا يأمنونه على شيء ذي قيمة معتبرة لديهم، وهكذا سائر مكارم الأخلاق. كلما فقد الخلق انقطعت في مقابله رابطة من روابط المجتمع، كلما فقد خلق انقطعت في مقابلة رابطة من روابط المجتمع، حتى يصير مجتمعا متفككا منهارا. توقف هنا، نكمل المحاضرة الثانية.